رمضان كريم عليكم مشاهدينا من شاشة تلفزيون دبي، معاكم أنا ميتة محمد في آخر كلام، ومساء الخير لكل اللي قاعدين يتابعونا عبر البث المباشر على حساب التلفزيون على تيك توك. أمس فازت فاطمة من دبي ب70,000 درهم وفتحت الخزنة معاها من أول محاولة، واليوم رمز جديد وفلوس جديدة 25,000 درهم موجودين الحين في الخزنة، وارقام بترتيبها العشوائي هي 1 7 8 9. منو قال ان الخزنه ما راح تفتح بعد اليوم؟ ممكن تفتح اليوم، وممكن تفتح باكر، وممكن وراح تفتح لما حد منكم يخمن الرمز الصحيح اللي موجود في هذا الظرف اللي معاي. صدقوني ما في شيء اسمه مستحيل، شوية حظ وشوية جرأة وشوية تفاؤل، هذا كل اللي مطلوب منكم. أيام معدودة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان، وموسم الرب في آخر كلام قرب ينتهي، لكن بعد في عدنا مفاجآت كبيرة وجوائز حلوة في الحلقات الجاية، فخلكم ويانا. واللي بعد ما طرش SMS للمشاركة في آخر كلام لازال عندك الوقت للمشاركة، وإن شاء الله راح نتصل فيكم. والحين يا جماعة الخير خلونا نتعرف على المشاركين اللي معانا الليلة، وناخذ أول اتصال ونقول ألو. السلام عليكم، منو معاي؟ السلام عليكم. حي الله، مرحبا وسهلا. معك عليا. عليا من وين تكلميني؟ من البحرين. مرحبا وسهلا بهالبحرين. اهلا وسهلا. هاي عليا، قولي لي منو معاك الحين؟ العائله كلها. يا وين التشجيع؟ اول شيء بسمع التشجيع والحماس. يا سلام يا سلام يا سلام. عليا قول الكبار والصغار. ما شو؟ معاي الكبار والصغار يعني. يا رب يا رب ان شاء الله كلهم يقفون معاك ويساعدونك وتفوزين يا رب الجائزه الكبرى. ان شاء الله. ويا رب عقب ما تربحين الجائزه الكبرى تقسمين الفلوس على اللي معاك، ما تستوين بخيله. بنات من وين عليهم عنادي. شنو يا عليا؟ بوجههم على الجمع. اي لازم هم ساعدوك وقفوا معاك. اكيد انزين. اكيد يلا نبدا، وقولي يا رب ان شاء الله الفوز. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا عليا. والسؤال يقول ما هو اللقب الذي يطلق على الممثل عادل إمام؟ الزعيم أو الأستاذ؟ ما أعطيتيني مجال حتى أعطيك الأجوبة. والجواب صح يا عليا، أول 1,000 درهم صار في رصيدك، والحين المالتي بلاير بشوف كم راح يضاعف لك المبلغ. ها قولي يا رب 4. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. ضرب 2 2000 درهم يا عليا صاروا في رصيدك. حلوين حلوين. ونشوف السؤال يقول ما هي أكبر مدينة في الولايات المتحدة؟ نيويورك ولا واشنطن؟ نيويورك. ثبتوا لها يا جماعة. والجواب صح، 2000 درهم صاروا في رصيدك، ونشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. قولي يا رب 4. يا رب ان شاء الله 4. ضرب 2 4000 درهم صاروا في رصيدك يا عليا. والحين ننتبه على السؤال. ليش شنو؟ قولي نبغي جزيره ياس. يا رب قولي حق المالتي بلاير غني له، يبغى يسمع تشجيع. يا رب ان شاء الله المره الجايه يعطيك جائزه جزيره ياز ان شاء الله. وانتبهي على السؤال الحين عليا. تمام تمام يلا. السؤال يقول في اي بلد من بين هذين البلدين يقام سنويا مهرجان البصل؟ احتمالات سويسرا او ماليزيا. سويسرا. ثبتونها. والجواب صح، وتحديدا في العاصمة بيرن.
يا سلامي عليك يا سلامي عليك ما شاء الله على معلوماتك يا عليا. يا ما جزيرة ياس يا رب. يلا قولي حق مالتي بلاير عطني جزيرة ياس. قولي له جزيرة ياس يا رب. ترى المالتي بلاير يحب حديد العة. ضرب واحد بس ما علي. بعد عندنا الفرصة قدامنا إن شاء الله إن شاء الله يا رب تفوزين. السؤال يقول يا علي شو تبون؟ يبوني عادة في المركب ليه؟ وي والله الود ودي أنا أعيد لك كل شوي بس ما علي. الحين عندنا بعد محاولة ترى بعد ها ولا خلاص؟ يا جماعة أنا صايرة ما أحس بالوقت مع المتسابقين والله. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله تربحين يا عليا. عليا ما عليك ممكن تربحين الجائزة الكبرى. خليك الحين من من الدبل ممكن هني تحصلين 25000 درهم إن شاء الله. يلا نشوف السؤال يقول في أي دولة يوجد أكبر عدد من البراكين في العالم؟ أندونيسيا أو الإكوادور؟ أندونيسيا. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة تبدولها يا جماعة ما شاء الله. هاي عندها الأجوبة كلها عليا ما شاء الله عليها ما شاء الله على معلوماتك. عليا شو دارسة؟ عليا هلا هلا شو دارسة؟ اي تي كمبيوتر. ايه ما شاء الله. واللي حولك احسهم شاطرين اذكياء ما شاء الله عليهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سلامي وتحياتي لهم لهم يعني. عليا هلا. انزين الحين نركز شوي. الحين وقت الخزنه ونحاول نفتح الخزنه ونجرب حظنا ممكن من اول محاوله تربحين الجائزه الكبرى اللي هي 27000 درهم. ما شاء الله يا عليا فيك حماس وفيك يعني حتى بعدني ما خلصت كلامي اعطيتيني الرقم. لا في 27. يلا اعطيني الرقم قولي لي. 19 19 87 87 19 87. هل هذا الرمز صحيح؟ ان شاء الله ان شاء الله للخزنة هي ولا لا الحين بنعرف. أقول لك سؤال يا عليا. هذا مواليد حد من اللي حولك ولا بس كذي جبتي الرقم؟ حسيت صح مواليد منو؟ مواليدك انت ولا اللي معك؟ زوجة أخوي كذي مواليدها. أخوك الله يخليكم إيه. يا رب أقول لك العائلة كلها هنا. إن شاء الله. يا عليا يا عليا الرمز غلط يا عليا. قلتي الرمز غلط بس نقدر نحاول بعد مرة نفتح الخزنة. خلاص 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 ايه خلاص. زين مبروك الـ2000 درهم وسلامي لكل اللي حولك. وناخذ اتصال جديد يا كنترول وابى الصوت شوي صوت المتصلين يكون اعلى. سلام عليكم. عليكم السلام حاج اختي. مرحبا وسهلا منو معاي؟ معاد جاسم من عمان. مرحبا وسهلا بهالعمان. هالعمان ناويين ناويين على الخزنه. يا مرحبا بك. هاي مبارك عليك رمضان ما تبقى من الشهر. علينا وعليك يا رب والله يتقبل منكم ان شاء الله صالح الاعمال يا جاسم. يا هلا مرحبا. زين يا جاسم خبرني طبعا. جاهز؟ جاهز جاهز في السلامه. يلا ندخل على السؤال دايركت. والسلامه. بسم الله. السؤال يقول في أي دولة توجد جامعة السوربون؟ فرنسا أو بلجيكا؟ بلجيكا. فرنسا. تبتول يا جماعة نشوف. والجواب صح. أول 1000 درهم في رصيدك يا جاسم ونشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. قول يا رب يا رب.
ضرب اثنين 2000 درهم يا جاسم صاروا في رصيدك، ولازم تجاوب صح وتنتبه يا جاسم. اوكي بسم الله. السؤال يقول ما هو البحر الذي يفصل بين اليونان وتركيا؟ بحر ايجي او بحر الاحمر؟ يفصل بين اليونان وتركيا. ما اسمعك يا جاسم. بحر ايجي. بحر ايجي. متاكد؟ نعم. بتولة اخر كلام ان شاء الله يا رب. والجواب صح. 2000 درهم في رصيدك. يا سلام يا سلام على الحماس. منو معاك يا جاسم؟ والله ما قرب على الميلس يا جاسم. كم واحد انتو؟ 6 7 تقريبا. 6 ولا 7 الحين؟ عطني رقم واحد. لا والله 7. الله يخليهم، الله يخليكم لبعض يا رب. وسمعوني احلى تشجيع وحماس لبرنامج آخر كلام مرة ثانية. تشجيع. طيب يا جاسم، فالك الفوز إن شاء الله. ونشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. قول يا رب 4. يا رب. أوبا. جاسم يا جاسم انت محظوظ محظوظ يا جاسم. يا سلام عليك. جاسم المالتي بلاير وقف لك على جزيرة ياس، وكل سبت واحد هي الحمد لله. وطيلة هذا الشهر الفضيل جزيرة ياس راح تكون مشاركة معنا في البرنامج. ومثل ما تعرفون جزيرة ياس من الأماكن اللي أنصحكم تزورونها، لأن مكان مميز وتقدم لزوارها كل وسائل الترفيه وبالإضافة إلى التسوق والسياحة والأكل في المطاعم العالمية. وجاسم سؤال جزيرة ياس، في حال جاوبت صح راح تفوز ب5000 درهم. ما شاء الله. شوف هاي ال5000 لك خلاص، يعني بتاخذهم سواء ربحت ولا خسرت في البرنامج. 5000 لك هذيل ان شاء الله على السؤال. ان شاء الله يا رب، بس جاوب صح ان شاء الله. السؤال يقول جاوب بصح او خطا. انزين، فازت جزيره السعديات بلقب افضل شاطئ في الشرق الاوسط للسنه 11 على التوالي، صح او خطا؟ صح. واخذ كلام. ما شاء الله عليك، ثبتولي يا جماعه. والجواب صح. 5000 درهم يا جاسم صاروا من نصيبك. يعني انت تعرف كم عندك الحين جاسم؟ جاسم ايوه اختي. تعرف كم عندك الحين؟ 6000. 7000 درهم. 7000 على المستجيع. على عدد ربعك اللي موجودين كلهم. ايوه ان شاء الله عدد ربعك. يعني لجاسم الفلوس معاهم الحين. زين يا جاسم. خمسة خلاص. شو يلا نشوف المالتي بلاير الحين كم راح يعطيك؟ يلا يا رب يا رب. ضرب واحد. 7000 يتم من 7000، بس جاوب على هذا السؤال صح وان شاء الله تفوز وتربح الجائزة الكبرى وتتجاسم الفلوس مع اللي حولك وتفرحون وافرح معاكم. السؤال يقول ما هي وحدة قياس شدة الصوت؟ ديسيبل أو هيرتز؟ وحدة قياس شدة الصوت. ديسيبل. ديسيبل آخر كلام. ثبتولة يا جماعة ثبتولة. والجواب صح يا جاسم. يا سلام يا سلام، 7000 درهم صاروا في رصيدك. الله على الحماس. زين الحين جاسم 5000 من جزيرة ياس هذيل لك، خلهم على صوب. الحين انت عندك 2000 درهم راح تحاول تفتح الخزنة. صحيح صحيح. ويا رب ان شاء الله فالك الفوز. وعطني رقم الخزنة. 71 71 89 89 71 89. ونقول بسم الله ويا رب ان شاء الله يربح معنا جاسم الجائزة الكبرى. ونشوف. يا جاسم
نصيف اختي نصيف. ها نصيب؟ اقول نصيب الله يا رب يا رب ان شاء الله نصيبك يكون حلو وتربح. افا يا جاسم الرقم غلط. الشباب يقول تشجيع اخير تشجيع اخير. اعطوني تشجيع اسمع. سلامي عليكم سلامي عليكم. مبروك يا جاسم ال 5000 درهم من جزيرة ياس. تستاهل تستاهل تتهنى فيهم. جمعة الخير. الحين نطلع فاصل قصير ونرجع لكم في آخر كلام. رجعنا لكم بعد الفاصل في آخر كلام. ولكل اللي يبون يشاركون معانا فرشوا لنا SMS على الأرقام اللي تطلع أسفل الشاشة وإحنا إن شاء الله راح نتصل فيكم. والحين ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. مرحبا وسهلا. مرحبتين أختي ميزه. هلا منو معاي؟ حسن من دبي. مرحبا وسهلا يا حسن. مرحبتين. زين يا حسن خبرني كيف معنوياتك؟ متحمس للمسابقة؟ الحمد لله الحمد لله زين. منو معاك؟ الأهل والجمعة والإخوان كلنا. كلهم موجودين. هي نعم. زين ناوي ناوي على الخزنة؟ أنا قبل ما أدش نويت عليها أصلاً. ما شاء الله ما شاء الله عليك عيل يا رب إن شاء الله بالك الفوز. إن شاء الله يا رب. يعني خلاص ندخل على سلة دايرك دام إن فيك هالحماس. لازم شوي بعد لازم مساعدة يعني. إن شاء الله حاضر أنا بساعدك بس أنت انتبه على الوقت. إن شاء الله. يلا نشوف السؤال يقول ما هو السبب مرض السكري؟ خلل في البنكرياس أو خلل في الأمعاء؟ في البنكرياس. ثبتولة يا جماعة. والجواب صح. أول 1000 درهم صار في رصيدك يا حسن. ونشوف المالتي بلاير كم راح يضعف لك المبلغ. ضرب 2000 درهم يا حسن في رصيدك. يا الله ان شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام. ونشوف السؤال. انتبه انتبه على الوقت. السؤال يقول في اي بلد تقع محافظة اربيل؟ الكويت او العراق؟ العراق. ثبتولي يا كنترول. والجواب صح. 2000 درهم في رصيدك. يا سلام يا سلام. ونشوف المالتي بلاير ان شاء الله. مالتي بلاير 4 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله 4 يا رب. كنترول يا مالتي بلاير عطى 4 3 6000 درهم يا حسن. يا سلام يا سلام يا سلام. 6000 درهم في رصيدك. الحين يبالي شوية تركيز وتنتبه على الوقت. السؤال يقول من هو كاتب وملحن أغنية بالأحلام للفنان نصيب زيتون؟ نبيل خوري أو مروان خوري؟ نبيل خوري. ما شاء الله عليها تعطيك الأجوبة على طول. فلتولة ونسمع الأغنية يا جماعة. مبروك مبروك 6000 درهم إن شاء الله. نشوف المالتي بلاير الحين كم راح يضعف لك المبلغ. ضرب 1 6000. نعوضها في التجوري إن شاء الله. إن شاء الله يا رب فالك الفوز يا رب. ونشوف السؤال. السؤال يقول أي من هذين البلدين هو أكثر إنتاجاً لفاكهة المانجو؟ باكستان أو نيجيريا؟ حسن الوقت. باكستان. متأكد؟ نيجيريا. نيجيريا. لا ثبت ثبت الحمد لله ثبت. ليش تغير؟ ليش يا حسن؟ أنا ما أعرف ليش دائما يوم أسألكم متأكدين تغيرون الأجوبة. خمنت من عندي والله ما أعرف ليش خمنت من عندي. لا 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 تخمن من عندك. اسمع اللي حو اللي مع اللي حولك. اللي حولك شو يقولوا لك؟ اللي حولك يقولوا نيجيريا. زين لا قالوا باكستان. قالوا باكستان. لا والله قالوا نيجيريا. عيل انت قلت لي وش باكستان خلاص غيرت. يوم غيرت زين ان الكنترول ما ثبت. ها؟ بحاسبهم ولا واحد بعطي ايديه. زين بعد احسن خلاص دام انه ما ساعدوك لا تعطيهم. خلاص ان شاء الله.
يا رب ان شاء الله بارك الفوز يا حسن. والحين نجرب حظنا مع الخزنه ونقول بسم الله. بسم الله. الحين في الخزنه عندك 31,000 درهم. من نصيبنا ان شاء الله. ان شاء الله بتساعدهم ولا لا الحين بتعطيهم ولا لا؟ لا لا انا اروح مكمل رقم خلاص. زين ما علي على اول سؤالين عطهم. هم ساعدوك في اول سؤالين. نعطيهم ان شاء الله. النص يستاهلون. لا النص خلاص خلصت اللي الحين. الحرام هم يجلسوا وياك ويساعدوك ويعطونك وعلى اعصابهم. لا كل واحد وعلى حسب الاجابه اللي اعطاني اياها. على حسب. اللي اعطاك غلط هالمره اسوي له اكس لا تعطيه. يا رب ان شاء الله يا حسن فالك الفوز وتربح وتساعد اللي حولك وتعطيهم من هالفلوس الحلوات قبل العيد. يلا عطني الرمز الصحيح للخزنه. 9187. 9187. نعم. 9187. يا حسن شو تقول؟ ان شاء الله اتمنى يا رب ان شاء الله. 9187 هل هذا الرمز صحيح للخزنه او الرمز السري للخزنه؟ الرمز الصحيح للخزنه على فكره عندي في هذا الظرف. في حال حسن جاوب صح بفتح الظرف قدامكم وبراويكم الرمز الصحيح. انا ودي الحين افتحه واساعدكم واغششكم بس مسكينه شوفوا كيف ما اقدر حتى افتحه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله فالك الفوز. بسم الله. افا حسين داعين هلا خسرنا ان شاء الله مره ثانيه. ها بعد ما بتحاول؟ لا لا ما بنحاول. ليش يا حسين؟ بعد صدقك بعد صدقك حرام يستاهلون. يستاهلون تستاهل مبروك ال 4000 درهم واتصل مرة ثانية إن شاء الله تربح معنا الجائزة الكبرى. الحين ناخذ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله مرحبا وسهلا منو معاي؟ مرحبا بك أنا معك عادل. عادل؟ عادل من السعودية. عادل من وين؟ من السعودية؟ من السعودية. حي الله هل مرحبا وسهلا بهل السعودية وكل اللي يتابعونا. مرحبا بكم زاد. عادل ناوي على الخزنة ولا لا؟ خزنة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. مين معاك الحين؟ في حد ولا روحك؟ معي العائلة. يا رب إن شاء الله يساعدونك يعطونك الأجوبة بسرعة. إن شاء الله يا رب. ما باك تتأخر. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ونبدا على طول على السؤال. يقول ما اسم الجدار الذي كان يفصل بين المانيا الغربيه والشرقيه؟ جدار برلين او جدار ميونخ؟ برلين. ثبتوا لي يا جماعه. والجواب صح. اول 1000 درهم صاروا في رصيدك ونشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. أربعة يا رب. يا رب أربعة. أفا يا مالتي بلاير بس يقول لك عطني أربعة تعطي واحد. إن شاء الله يا رب إن شاء الله المرة الجاية يا مالتي بلاير. اليوم أشوفك ها والله أنك ما تزيد ما تعطيهم. لا تزعلني ترى أنا بعد بزعل. يلا يا عادل إن شاء الله المرة الجاية يعطيك ضرب أربعة إن شاء الله. إن شاء الله. ونشوف السؤال يقول سؤال بعد وايد حلو سهل حولك يعني السؤال مش بعيد عنك. ما هو أكبر مسجد في العالم؟ المسجد الحرام في المكة المكرمة ولا مسجد الأزهر؟ مسجد الحرام. ثبتوا لي يا جماعة. والجواب صح. 1000 درهم في رصيدك. الحين نشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. ويا رب أربعة يا مالتي. إن شاء الله أربعة. دلعة يا مالتي. ضرب اثنين. 2000 درهم صار في رصيدك يا عادل. ونشوف السؤال يقول من هو الرئيس الفرنسي الذي توفى أثناء فترة رئاسته؟ جورج بومبيدو أو جاك شيراك؟ جاك شيراك. جو لا جورج مومبي. أوكي جورج
قرطولة، والجواب صح. وتوفى بعد صراع مع المرض. 2000 درهم الحين عندك، والحين بنشوف مالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. يا رب ان شاء الله أربعة يا رب. ضرب 2 4000 درهم صاروا في رصيدك يا عادل. ونشوف السؤال يقول: أي من بين هذين البلدين هو أكثر إنتاجاً للغاز الطبيعي؟ كندا أو السعودية؟ السعودية. متأكد؟ إن شاء الله. ثبتوا لي يا جماعة. يا عادل الجواب غلط، الإجابة الصحيحة كندا، وتأتي كندا في المرتبة 6 عالمياً، أما السعودية فتأتي في المرتبة 8 حسب إحصاءات 2022. والحين ما علي، ما علي يا عادل، مبروك عليك الألف. رجعنا لكم من بعد الفاصل ولازلنا مستمرين في برنامج آخر كلام، وناخذ الحين اتصال ونقول يا رب ان شاء الله تفوزون معنا الجائزه الكبرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا وسهلا. انا ما اسمع شيء ترى، صوتك وايد عالي. مثل الفلح. ما اسمع شيء. الو. الو. مرحبا. مونتي بلاير بدنا رقم زي الفلح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الماجي بلاير بيعطيك، بس اول شيء خف صوت التلفزيون اسمعني من التلفون. لا هاي خفينا التلفزيون. يعني انت حتى ما سلمت علي ولا خبرتني شو اسمك، على طول رحت على المالتي بلاير. الاولاد بغنوا والله الاولاد. تحيه لميتة. تحيه يا الحين لازم تغني له. صرت عم بحكي مثلكم هلا، يعني شوي احكي اماراتي شوي احكي، ما بعرف شو اعمل هلا. طيب اول شيء خبرني من وين انت؟ من الأردن. مرحبا وسهلا فيك، شو اسمك؟ يزن بلال. يزن يا يزن. هلا خلي الأولاد يغنوا للمالتي بلاير، خلني أسمع شو بيحكوا. مالتي بلاير بدنا رقم مثل الفاير، مالتي بلاير بدنا رقم مثل الفاير. بدنا رقم مثل الفاير؟ يا سلام يا سلام يا سلام. طيب يا يزن نبدأ بالسؤال دايركت. يلا على بركة الله يا رب إن شاء الله. والسؤال يقول: ما هو الفيتامين الذي نحصل عليه من الجزر؟ فيتامين A ولا فيتامين D؟ من الجزر فيتامين A. ثبتوا لي يا جماعة. فيتامين A. والجواب صح. أول 1000 درهم في رصيدك. الحين نشوف المالتي بلاير. الحين غنوا للمالتي بلاير. يلا عطاك 2. مبسوط يا يزن؟ مشكور مشكور لمنك وبركي. الله يسلمك. ونشوف السؤال الحين وانتبه وجاوب صح. يلا. سؤال يقول: في أي عهد أي ملك تم نحت تمثال أبو الهول؟ خوفو خفرع. أي عهد ملك تم نحت تمثال أبو الهول؟ نعم. انتبه على الوقت. يا يزن. خفرع خفرع خفرع. والله الاسم ايوه خفرع خفرع. ثبتوله. خفرع. والجواب صح. 2000 درهم في رصيدك صاروا الحين. نشوف. ضرب 2 4000 درهم يا يزن في رصيدك، وانتبه على السؤال ونجاوب صح. العفو. السؤال يقول: في أي سنة تم اختراع الهاتف المحمول؟ نعم 1973 أو 1983؟ 1900 هاتف المحمول. نعم 73. ثبتولة. والله يعطيه العافية على هذا الاختراع. الجواب صح على يد مارتن كوبر. هات هدية من المالتي بلاير. يلا الحين يلا نشوف المالتي بلاير آخر مرة. يلا. وين التشجيع؟ يلا. أفا شفتوا اتأخرتوا على التشجيع، عطاكم واحد. ترى وايد دلوع المالتي بلاير.
يلا ماشي ما في مشكلة. يلا ماشي مرة تانية إن شاء الله. السؤال يقول ما المقصود بالطابور الخامس؟ الجواسيس؟ الإشاعات. أول الجواسيس 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 الجواسيس. فهمتونا يا جماعة السؤال يزن. من وين جبت هذا الجواب الإشاعات؟ والله عليك تقول لي الحين أنا بعرف. أنا بحكي لك كيف؟ كيف الإشاعات؟ الطابور الخامس مصطلح نشأ في عهد الملك نعم فرانكو القائد الإسباني فرانكو. ما شاء الله على معلوماتك. فهذا حطوا صف آخر صف اللي موجودين في الجمهور صف خامس هذول مطلقين الإشاعات والجواسيس. الجواسيس صح بالضبط ما شاء الله عليك. بس أنت دخلت علي بطريقة يعني ضحكتني الإشاعات على طول. تسلم. أنت خبرتني هم شو يسوون بشكل عام هم كجواسيس. طيب 4000 درهم عندك الحين نجرب حظنا مع الخزنة يا يزن. نقول بسم الله الحين في الخزنة 35000 درهم. هسه بدنا نقول 91 33 عفوا 33 قل لي 91 تسعة سبعة واحد سبعة ثمانية تسعة واحد سبعة ثمانية. يزن خمن هذا الرمز للخزنة يا ترى هل الرقم صحيح أم لا؟ هل راح يربح 33000 درهم أو راح يخسر معانا اليوم؟ معكم رب حنين إحنا. بس أنا أخبركم شيء وأقول لك شيء يا يزن أنا ما حد يخسر معايا. لا أكيد أكيد حتى لو قلت الرقم غلط راح تكسب 1000 درهم من برنامج آخر كلام. لا 2000 إحنا 4000. لا 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 أنا أقول لك في حال أنك حاولت أكثر عن مرة يعني ما راح تخسر في الحالتين ما راح تخسر مع آخر كلام. حاسب بيزاتة يزن عدل. يزن انت معايا؟ يلا معك معك هون. متوتر؟ والله متوتر ان شاء الله. الله كريم الله كريم ان شاء الله. 9178 يا رب. يا يزن الرقم غير صحيح. يلا بس سعدنا بالمشاركة والله. الله يسعدك. يعني خلاص ننسحب؟ لا خلص منسحب عام منسحب. ليش؟ خلص. وين الجرأة يا يزن؟ وين الحماس؟ بلك المرة الثانية حاولنا. يا رب إن شاء الله ومبروك. بيزاتك لاب. مبروك الألفين درهم تتهنى فيهم. وناخذ ألو السلام عليكم. مرحبا وسهلا حي الله. ألو منو معايا؟ ألو السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام. منو معاي؟ رؤوف من العراق. رؤوف يا رؤوف حي الله فيك. أني زينة أنت شلونك؟ والله الحمد لله بخير. شلون أهل العراق؟ والله كلهم بخير ويسلمون علي. الله يسلمكم ويسلم غاليكم يا رب. تسلمي يا ربي يحفظك ويحفظك إن شاء الله. جاهز لتربح؟ إيه جاهز جاهز. يا رب إن شاء الله فالك الفوز يا رؤوف. الله يسمع منك إن شاء الله ونفوز. إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. ونشوف السؤال يقول. يلا يا الله يا رب. السؤال وايد سهل. ما المكون الرئيسي لطبق الريزوتو؟ الأرز أو القمح؟ الأرز. ثبتولة يا جماعة ثبتولة. والجواب صح. أول 1000 درهم في رصيدك ونشوف المالتي. يا رب 4-1 بس بعد ما عليه بعد ورانا. طبعا أنا كلش متوتر. ليش متوتر؟ والله ما أعرف ليش. لا 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 تتوتر وخذ نفس وانتبه على السؤال وإن شاء الله تفوز معانا. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. السؤال يقول هو المالتي بلاير عطاك ضرب واحد يعني
ألف بعدها ألف، بس إن شاء الله في السؤال اللي بعده يضاعف لك المبلغ. إلى أي إمارة؟ إن شاء الله يا رب. إلى أي إمارة تتبع جزيرة السينية؟ أم القيوين أو عجمان؟ أم القيوين. ثبتولة يا جماعة، ثبتولة. والجواب صح، ونشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ يا رب إن شاء الله. يعطيك أربعة، قول يا رب أربعة. يا رب يا ضرب ثلاثة، 3000 درهم في رصيدك. الحمد لله والحمد لله، جاوب الحين عدل. يا رب إن شاء الله تربح معنا يا رؤوف. السؤال يقول، الله إن شاء الله يا رب، في أي قرن بدأ بناء برج بيتزا المائل؟ القرن الثاني عشر ولا القرن الثامن عشر؟ برج بيزا. صح صدق. الثاني عشر. ثبتولة. الثاني عشر. كفو عليك يوم قلتي له جاوب أي شيء، والحمد لله الجواب طلع صح. الحمد لله. منو هذا اللي تساعدك يا رؤوف؟ والله أهلي يمي يبدأ يساعدوني. أختي. الله يسعدها يا رب، خلتك تفوز. جميل. لولاها كان خسرت. إن شاء الله أفوز. يلا نشوف الحين المالتي. ضرب واحد. المالتي بلاير اليوم معلق على ضرب واحد، بس يلا ما عليه. نشوف السؤال. ما اعرف ليش. اي والله هماني، ما ادري ليش. ليش ما ادري. يلا حلوين. يلا الحمد لله. هاي اوكي. زين. الحين نشوف. اي من بين هاتين الدولتين هي الاكثر امتلاكا لاحتياطي الذهب؟ سويسرا او ايطاليا؟ إيطاليا. والجواب صح. 3000 درهم في رصيدك، يا سلامي عليك يا رؤوف. صلي على محمد. شو تغني مرة ثانية؟ صلي على محمد. أنا ما مو قاعدة أفهم. دا أقول صلي على محمد. يلا نشوف الحين، نجرب حظنا مع الخزنة. عطني الرمز الصحيح أو الرمز السري للخزنة. يا الله، بسم الله. 1 9 7 8. 1 9 7 8. واحد تسعة سبعة ثمانية، هل هذا الرقم صحيح أم خطأ؟ هل رؤوف راح يفوز معنا الجائزة الكبرى اليوم؟ إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يا رب فالك الفوز، ونشوف. 1 9 8 7. 1978. مواليد منو؟ والله ما كحل مواليد هذه. بس كذي يعني خمنتوا؟ هذا الرمزين. شو قلت يا رؤوف؟ أقول لك يعني ما كحد هاي مواليده، بس أنا اختاريت هذا الرمز من البداية. يا رب إن شاء الله الرمز يطلع صحيح وتربح الجائزة إن شاء الله. الله يسلمك. ونشوف الحين، بسم الله. أوبا، لا يا رؤوف الرمز غلط. بس مبروك ال1000 درهم. والحين فاصل جديد ونرجع لكم في آخر كلام. رجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا الممثلة البحرينية شيماء سبت. مساء الخير، مبارك عليك ما تبقى من شهر رمضان. يا هلا ويا مرحبا بكم.
يا هلا وغلا حي هالصوت بعد عمري. الله يسلمك يسلم غاليك. شيماء، كان مفترض انك تشاركين بمسرحيه للعيد بالبحرين، شو صار وليش اعتذرتي؟ والله هو اللي صار، احنا كنا نصور مسلسل لرمضان. نعم. مسلسل الجدوع كنا نصوره في راس الخيمه على اساس ان شاء الله كان مفروض يعرض في رمضان، لكن للاسف لان تاخرنا بالتصوير ولظروف خاصه تم تاجيل المسلسل. نعم. وتاخرت بالتصوير برا البحرين. فصار انه يعني الوقت ما يتناسب مع بروفات المسرحية، لأنهم بدوا تقريبا قبل شهر من رمضان. طيب. وأنا ما قدرت أخلص، أنا ليه بداية رمضان كنت موجودة ببلدي الثاني الحبيب في الإمارات الغالية. شيماء، الكل يعرف سبب تعلقك ببلدك وأنك ما تحبين تبتعدين عن البحرين وقت طويل، ليش هذا التعلق الزائد بالبحرين؟ طبعا شوفي، هاي بلادي. نعم. والبحرين. ايه. وقلت عن بلدي الثاني الامارات، يعني انتم المعلومه اللي وصلت لكم ناقصه. افا غير البحرين. أفا. انا ما اقدر اعيش الا في الامارات، وفعلا عشت مده طويله اكثر. ايه. من 15 سنه ولا زلت من ابتعد عن الامارات، شي شيء يسحبني ما اعرف شنو. انتي اللي تصحبيني يا ميتة، انتي السبب. انزين، لما سألوك قبل كم من سنة مو انتي منو انتي، قلتي انا ممثلة حقيقية ومش فقاعة عملتها السوشيال ميديا. الحين في سنة 2023 لو ردوا سألوك نفس السؤال كيف راح تجاوبين يا شيماء؟ نفس الجواب، انا انسانة. ايه؟ حقيقية. ايه؟ إنسانة بالتعامل. نعم. إنسانة قبل لا أكون فنانة. أكيد. اللي ما عنده إنسانية ما ممكن يوصل لأي شيء. صح. لا للمهنة ولا لوظيفة معينة، حتى لو كان يعني مو استصغارا بالمهنة، إنه حتى ما يقدر يكون زراع. صح. إذا ما كان عنده إنسانية ويعرف شلون يتعامل مثلا مع الزر. إذا أنت ما عندك إنسانية ما تعرفين تتعاملين مع الجروب اللي يشتغلوا وياك، ما تعرفين مثلاً، ما يعرف الواحد شلون يحترم الناس اللي معاه، يسمع الكلام شلون يشتغل، يحترم الوقت، يحترم شكله العام عشان الناس اللي تتابعه وتحبه تظل تحترمه ويحبونه. أكيد. فهذا كله من الإنسانية، من المسؤولية. أما الفقاعات فهم مستعدين يعني يتنازلون عن قيمهم، عن مبادئهم، عن أي شيء بس بغرض أن أنا بأنشهر. زين، الشهرة مسؤولية. أكيد. هذه المسؤولية كبيرة على رقبتك أنت، هذه المسؤولية راح يتابعونك الصغار، المراهقين، الكبار، وفي ناس وايد أنت بتكون قدوتهم يبون يسوون مثلك. فالحقيقي. إيه؟ الناس يتحب حقيقيين، لين نطلع بالشارع ونشوف شلون الناس تتراكب على انهم يبون يعزموننا ويسلمون علينا. إيه؟ لما مثلا بالسوشيال ميديا تشوفين مثلا كلام سلبي ولا. إيه؟ كلام يعني مو لائق، هذه لا مش حقيقيين. طيب انا اتحدى لو دول نلتقي وياهم وجه لوجه. إيه؟ والله انهم بيسلمون. زين، انا بسالك سؤال، هل تتوقعين صنعت السوشيال ميديا نجمات في التمثيل؟ شوفي، النجم. إيه؟ هو النجم. إيه؟ شيء سهل. إيه؟ اي واحد ممكن يسوي اي مصيبه يصير نجم. صح. مو شرط يكون يسوي شيء ايجابي، ممكن يسوي شيء سلبي يصير نجم. النجم هذا مصطلح اطلقوه على اي شيء لا مثل السطوع كذي المفاجئ. لكن الفنان الحقيقي هو يكون الشخص الموهوب، هو اللي يستمر. استمر. نعم. سنوات. نعم. أنا بفاجئك بشيء ميتة، أنا لي تقريبا 30 سنة الحين. ايه، بالوسط ما شاء الله. الفني. ايه صحيح. يعني أنا من عمري 8 سنين، فهل أنا لو كنت من الناس اللي طالعين فقط للشهرة راح أظل موجودة؟ كم واحدة وكم. طيب. واحد طلعوا معاي من 30 سنة وينهم؟ طيب. وحتى هذول اللي الحين مشهورين. ايه؟ بس بشهرة كذي سريعة، هل هذولا راح يظلون مستمرين؟ ما أقول أنا 30 سنة، 10 سنوات زيادة؟ طبعاً في هذا الشيء أنا معاك يا شيماء.
لكن ننتظر ونشوف صح ولا لا. هو شوفي إلا من رحم ربي أكيد. وقام يطور أدواته صح. وقام يدرس وقام يثقف نفسه أكيد. أو كان أصلا هو موهوب ومحتاج لصقل هذه الموهبة. طيب الحين أنا عندي موضوع شوية حساس شيمة، بس أباك تجاوبين علي بكل جرأة وصراحة. أنت بس عشان كاشخة وطايرة حلوة حبيبة قلبي تبين تورطيني وتوهقيني. لا لا ما بورط صدقيني، أسئلة خفيفة وحلوة بس شوية فيها جرأة. أباك تجاوبيني. الله يكثر الله يكثر. على فكرة أنا زعلانة أنك مو طالعة معايا على الاستديو صوت وصورة. بعد اللقاء بقول لك ليش. زعلت والله زعلت حرام، كان ودي اشوفك. والله ايت ليل الامارات حبيبة قلبي. الله يسلمك حبيبتي. تعالي حبيبتي استقبلت عيوننا تشلك يا بعد عمري وكنا انت البحرين نشيلك فوق راسنا يا بعد حبيبتي ما تقصرين. طيب الحين خلينا ندخل على الاسئله بسم الله اللي شويها جريئه. ما في لقاء طلعتي فيه وما سألوك عن سبب تأخرت في الزواج؟ أنا ما أصدق أنك أنت ما تنزعجين من تكرار هذا السؤال عليك. تنزعجين ولا لا؟ لا خلاص تعودت أصلاً، إذا ما حد سألني أقول إيش فيهم؟ عندهم مشكلة؟ طيب هل ممكن الليلة تقولي لي جواب ما بعمرك قلتي لحد في يخص تأخيرك في الارتباط؟ ما في كل شيء قلت، ما عندي شيء والله ما في شيء. زين من شو تخافين اكثر شيء، ما من الوحده ولا من عدم الارتباط؟ اكيد من الوحده. ما بعدك تخافين من الارتباط ولا ما تخافين؟ لا ما اخاف، بس تعرفين كل ما الواحد يكبر بالعمر نعم. ويزيد وضعه الاجتماعي يكون في مستوى ليفل اعلى إيه؟ ووضعه المادي ليفل اعلى، فتكون خياراته وايد صعبه أكيد. مش لما مثلا واحد بيبي او مراهق ابي خبز زيتون وما ادري شنو وعيش في كوخ. لا يبا هاي الزيتون بفلعها في عينك. لا حبيبتي الزمن ما يمشي زيتون. زين انت شو تطلبين مواصفات؟ مواصفات تخطبين لي الحين؟ اي ما بعد ممكن انت اعطيني المواصفات ممكن. ها في حد ناوي بس خايف بس ما يعرف شو مواصفاتك؟ اماراتي بحريني يوزي عني يوزي خليني زين من الله حياه. زين دام انك تحبين الامارات يعني عادي، وبلادك الثانيه يعني عادي اماراتي يتقدم لك؟ والله يعني ما ادري شو اقول لك، اكيد يعني عادي، اصلا الامارات والبحرين واحد اكيد، ما حد يقدر يقول غير هالكلام اكيد. احنا وانتم واحد، العين اليمين والعين اليسار، عينين في راس. الله ما يسلمك ما نفترق يسلمك يا رب بعض. ان شاء الله يا رب. زين سؤال يا شيمة، بعدك بينك وبين نفسك تصيحين على شو؟ متى اخر مره صحتي؟ شوفي انا بقول لك شيء، انا ساعات لين انقهر ايه يعني أسوي روحي قدام الناس البطلة القوية المرأة الحديدية إيه بس أروح أقعد بروحي أقعد أبكي من القهر. تطلعين الطاقة هاي كلها إيه، أو إن أنا مثلا أحيانا ليش سويت كذي، ليش ما مسكت أعصابي، مع إن أنا وايد وايد إنسان أحب الضحك. أنا أحس إنك حساسة. إيه والله أنا حساسة بس ما حد يحسني. طيب يا حبيبتي الممثلة البحرينية شيماء سبت، أشكرك على هذه المداخلة معنا، وكل عام وانتي بخير يا حبيبتي. كل عام وانتي بخير وصحة وسلامة، والله يتقبل أعمالكم وصيامكم، وعسى ربي ينولكم ليلة القدر ويتقبل منكم كل طاعاتكم ولا يحرمكم من غالي.